هل يجوز لمن أدى عمرة عن نفسه أن يأتي بعمرة أخرى عن أحد من أقربائه من الأحياء والأموات؟ يجوز تكرار العمرة، يجوز، ولكن الأفضل للإنسان الذي في مكة الأفضل أنه يبقى في الحرم ويصلي المسجد الحرام الصلاة الواحدة عن 100,000 صلاة ويعتكف ويجلس ويذكر الله في المسجد الحرام، هذا أفضل من العمرة. نعم.